كتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين. الحقيقة يعني دوما كانت الهدنة في قطاع غزة برعاية مصرية وبوساطة مصرية. الحديث عن هدنة اليوم، هدنة إنسانية وممرات آمنة لإخراج المدنيين ولدخول المساعدات والحالات الحرجة، كيف يمكن أن يتم؟ وربما كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يتحدث عن الناحية الإنسانية في القطاع، وما يواجهه أهلنا في غزة هي كارثة إنسانية بكافة الأوجه. خليني أعيد على حضراتكم ما كتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. كتب سيادته: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين. ربما دي العناوين الأبرز اللي بيتحدث عنها يعني من يكترث لحياة يعني أهالي فلسطين وأهالي غزة.